عشرة الظهر للأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. في الحفل الافتتاحي لأيام قرطاج السينمائية نجوم عربية وإفريقية وأوروبية تشارك التونسيين مهرجانهم العريق وعروض متعددة لأفلام متنوعة. الاستغلال المفرط للهواتف الذكية يهدد الأطفال والسلطات القضائية تتدخل بمنع بعضها في مؤسسات الطفولة المبكرة والمحاضن المدرسية والمدارس في المنستير. وصول قافلة مساعدات أممية لأكثر من 50,000 نازح في مخيم الركبان على الحدود الأردنية مع سوريا. نبدأ النشرة بالشأن الثقافي، إذ تلتئم في جهات عديدة من البلاد تظاهرات ثقافية متنوعة. مساء أمس افتتحت الدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية التي تتواصل حتى 10 من شهر نوفمبر الجاري. وخلال هذه الدورة سيتم عرض 206 أفلام من 47 بلداً. بعروض موسيقية إيقاعية بإمضاء فرق من السنغال والعراق والبرازيل والهند، انطلقت ليلة أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية. حفل الافتتاح شهد إجراءات تنظيمية محكمة، بداية من المدخل الرئيسي لمدينة الثقافة وصولا إلى بهو المدينة ومن ثم إلى قاعة الأوبرا، أين ألقى نجيب عياد مدير الدورة كلمة أكد فيها على عرقة أيام قرطاج السينمائية وأشاد بضيوف المهرجان من الخارج. ضيوفنا الذين رغم حدوث الضربة الجبانة الأخيرة في قلب العاصمة هم حاضرون معنا وعبروا عن تضامنهم معنا بالرسائل وخصوصا بالحضور، إذ لم يتخلف أي ضيف. 500 مدعو أو أكثر شوية أجنبي و 5,000 اعتماد، منها تقريبا 1,000 صحفي ووسيلة إعلام. وتم خلال حفل الافتتاح تقديم أفلام المسابقة الرسمية وعددها 44 فيلما، وستكون تونس ممثلة بتسعة أفلام ضمن هذه المسابقة. كما سيتم خلال فعاليات المهرجان عرض أكثر من 200 فيلم من 47 بلدا، وذلك في مختلف أقسام المهرجان، من ضمنها 54 فيلما عربيا في عروض أولى على الصعيدين العربي والإفريقي. وبلاد ألف حكاية وحكاية، عرض فرجوي التأم في الموقع الأثري بسبيتلا من ولاية القصرين، عرض جسد من خلاله المشاركون الحضارات التي تعاقبت على هذه المنطقة. بلاد الألف حكاية وحكاية، بلاد الحضارات المتعاقبة، مدينة العبادلة سفيتلا أو سبيتلا التي تصدرت عناوين التاريخ بزادها الأثرية ومعالمها التي تحدثنا عن أمس بعيد، عن عالم الرومانيين والبيزنطيين والإسلاميين والنوميديين. حضارات حاك أكثر من 30 فنان مسرحية تفاصيلها في أول عرض لبلاد الألف حكاية وحكاية. نعرف أنه عنا طاقات كبيرة قادرة تكون وقادرة تقتحم وقادرة زاد أنها تشع جهوين وطنيين. هذايا بطبيعة الحال إذا أنه يقول لفتة كبيرة مع وزارة الشؤون الثقافية دخلوا التاريخ، خاصة أن الشباب يجهل تاريخ البلاد، والتاريخ هام جدا جدا الحضارات اللي خاصة اللي مرت بها القصرين. عرض حدثنا ممثلوه في لوحات فسيفسائية مزجت بين المسرح والموسيقى والرقص، عن الفرعون بقوسه المهيب وساحة الكابيتول، عن بلاد الألف حكاية وحكاية. ممتاز وإن شاء الله زيك الأحسن، وماذا بينا يتعود مرة أخرى ويعطيهم الصحة. قصرين وبخلاف يعني كي سبيتلا معناها ما فيش حتى فرق بيناتهم،
وني تفتقر برشا أنشطة كما هكا، والوليدات نتاعنا ما عندهمش أماكن تهدر فيه، يعطيهم الصحة ونشكرهم على المساهمة هذه. عرض فرجاني متنوع يحكي على تاريخ بلادنا. بلاد الألف حكاية وحكاية، عرض فرجوية من إنتاج جمعية سنة صفيطلة وبدعم من صندوق الدعم للتشجيع على الإبداع الفني والأدبي. وتعيش مدينة نفطة على وقع الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للموسيقى الصوفية روحانيات. هذا المهرجان الذي تؤسسه مجموعة من العروض الموسيقية الصوفية من تونس والخارج تختتم فعالياته التي تحمل اسم وجد مساء اليوم. تتواصل فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الموسيقى الصوفية بنفطة في دورته الثالثة. انشد وأبدع فيها إيهاب يونس قادما من مصر، هذا الشيخ الأزهري المبتهل الذي أمتع الجمهور الحاضر بأدائه المميز. نفطة حيث الجو الروحاني الذي يجعل الإنسان يجود بما فتح الله به عليه في الفن أو فن الإنشاد الديني الصوفي، لأن هذا الفن أصلا ما هو فن صوت إنما هو فن روح، الإنشاد مرتبط بالروح، ولذلك هذا المهرجان اسم على مسمى، لأنه نفطة شعرت فيها بروحانيات عظيمة. العروض والتي توزعت بين الإنشاد والمحاضرات اعتبرها الجمهور الحاضر الذي قدم خصيصا لمتابعة فعاليات المهرجان بالمهمة والقيمة. ندوات مستوى راقي جدا، حلو به الجمهور زاد ما شاء الله، يعني لاحظت اللي جايين ناس من كل جمهورية. زرنا برشا حفلات اللي الحقيقة مختارة جدا وراقية برشا وحاجة مغذية برشا باهية برشا. مسرح الهواء الطلق كان الجمهور الحاضر على موعد مع الحضرة الثلاثة بقيادة الفاضل الجزيري في عمل ضم 100 عنصر بين منشدين وعازفين حضره جمهور غفير. الحضرة هي تمثل حضارة نفطة وتاريخ نفطة وتمثل القيمة نتاع نفطة، القيمة القديمة نتاعها التراث. من البيجة وجيت سبيسيالمون للروحانيات هذيا، ياسر عجبتني سواغي تخي تخي سبيسيال، برافو برافو نفطة. الجملة الموسيقية الصوفية ماشية وتتطور وتتطور مع العصر، وضرورة تطويرها للعصر وخاصة للشباب. عرض الحضرة والذي تميز بتناسق كبير بين الإنشاد الجماعي والفردي للمدائح والأذكار وصلت إلى حد التخميرة، عرض تفاعل مع الجمهور خاصة من فئة الشباب، ونجح من خلاله مخرج العرض ومنظم المهرجان نجاحا جديد في دورة بدت ناجحة على جميع المستويات. وفيما عوضت للبعض التكنولوجيا الحديثة حضور مثل هذه التظاهرات الثقافية، سجلت مجمل وضعيات التهجير للأطفال عبر الانترنت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية ب60%. تهديدات قابلتها سلطة الإشراف بقرار منع استعمال الهواتف الذكية في مؤسسات الطفولة والمدارس في المنستير، سبقه قرار مماثل في ولاية تونس. يصنعون لأنفسهم عالماً خاصاً يرتكز أساساً على الهاتف الذكي وتطبيقاته، قد يدفعهم في حالات عديدة إلى الانتحار أو يلحق بهم تهديدات مختلفة. ف1087 حالة استغلال جنسي للأطفال عبر الانترنت سجلت في 2017 في تونس، فيما بلغ الاستغلال في الإجرام المنظم 86 حالة. أكثر حالات خطورة راهو بالنسبة لنا هي عندك الاستغلال الجنسي، هذيك أكثر حاجة من الدولة نلقاه، حتى الانترنت تستغل للاستقطاب في مجال في الإرهاب، وانتم ما تعرفوا معناها الإرهاب انطلق أساسا من استقطاب عبر فما حالات موجودة عبر الانترنت. لا أكثرية 14-15 سنة. تهديدات مختلفة تستهدف الأطفال، أما عن الطرق المستخدمة يبدأ يحكي معها في بروفيل، ومن بعد يطلب منها حاجات سواء بالتهديد او بالحاجه، وقت اللي هي تقوم بالحاجه هذيك يولي يبتزها، يعني يبعث فيريوس في التليفون يطلع لك اللي دوني نتاعك، ومن بعد يجيك ميساج يقول لك نعرفوا وين تسكن ونعرفوا بوك ونعرفوا امك. الصغير يصدق الحكايه، يخسر اللي هو عنده قوه سحريه ولا حاجه، يولي يقوم بالافعال اللي يطلبها الكل. تهديدات دفعت السلطة القضائية المختصة بالمنسير إلى سن قرار يمنع استعمال الهواتف الذكية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة والمحاضن المدرسية والمدارس، إجراء سبقه قرار مماثل في تونس في 17 سبتمبر 2018. مستحيل نجم نحشبه، نلقاو لعبة خطيرة راهي الدولة ما تنجمش تحشبها، يتقص الانترنت معناها الكلها يا ما تحجبش.
هذاك على جال القرار هذا باش يساهم على الأقل في تخفيض من الكونتاكت أو الاتصال الطفل مع الانترنت والألعاب الخطيرة هذه، عبر منع الهواتف الذكية فقط. قرار منع الهواتف الذكية رحب به الأولياء الذين أكدوا أنه يدعم مجهودات الرقابة الأسرية. هو صائب من ناحية هذه، بقى ما تنجمش تمنعه ديفينيتيف، مي شنو تقعد سو كونترول، وفما دي زابليكاسيون تنجم تصبهم، ما ينجموش يجيو كل بوبليسيتي نتاع الاستقطاب الجنسي. طيارة برشا، فهمتني؟ أنا كونتر صغير عنده تليفون أصلا. أكبر خطر رأينا نشوفه، فهمت؟ جامش الهاتف في جوالك هاولي تابلات كل شيء. وأمام ارتفاع مجمل وضعيات التهديد للأطفال عبر الأنترنت مقارنة بالسنة الماضية ب60%، وفي انتظار تعميم قرار منع الهواتف الذكية في بقية الولايات، فقد دعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الأولياء إلى تحميل آليات الرقابة على الرابط التالي: www.snip.tn/control-parental، والذي سيمكنهم من حجب المواقع المشبوهة والتحكم في مدة الإبحار سواء على الحواسيب المركزة أو على الهواتف الذكية. الأخبار الدولية نبدأها من مصر، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم أن قوات الشرطة قتلت 19 عنصرا إرهابيا من خلية نفذت هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 7 أقباط وإصابة 18 آخرين بجروح في محافظة المنيا جنوبية القاهرة الجمعة الماضي. وأضافت الوزارة أن المداهمة وقعت في منطقة جبلية غربية محافظة المنيا، ولم يذكر البيان أي جهة إلى أي جماعة متشددة ينتمي هؤلاء. وكان تنظيم ما يسمى بداعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلتين للأقباط قرب دير في المنيا عن بعد. أعلن منسق المساعدات الإنسانية في سوريا في الأمم المتحدة علي زعتري أنه يتعين إيجاد حلول طويلة الأمد لإنهاء معاناة المدنيين في مخيم الركبان بالصحراء قرب الحدود الأردنية مع سوريا. كما أوضح أن قافلة المساعدات الدولية التي وصلت إلى المخيم لن تكفي سوى لشهر واحد، وهذه هي المرة الأولى منذ نحو 10 أشهر التي يستقبل فيها قاطنو المخيم الذين يزيد عددهم عن 50,000 شخص قوافل إغاثة. ورغم المعاناة والحرب في سوريا، فبعودة فتح المعابر الأردنية السورية بدأت التجارة والحياة الاقتصادية تستعيد نشاطها. صور تجمع بين المتناقضين، حرب ودمار هنا وحركية ونشاط هناك. صور تأتي من سوريا التي ظلت تصارع رغم المتناقضات، فإعادة فتح المعابر الأردنية السورية سارع بعودة الحياة للأسواق والمتاجر. بعض المتسوقين من الأردنيين عبروا عن أملهم في انتعاش اقتصادي يعود بالنفع على كلا البلدين، وأن يبدو حكما سابقا لأوانه ويرتبط بمدى الاستقرار الذي يشهده هذا البلد لترك الحدود المشتركة مفتوحة. تسوقنا، رحنا على باب تومة، رحنا على الحميدية، رحنا على لفينا بالشام كاملة، تسوقنا بالمحلات، الحمد لله يعني شفنا إشي يعني غير اللي كنا بنتوقعه، إنه فتحت الحدود والوضع استقر ودخلنا، وبالفعل الأمور تمام وكويسة وما شاء الله عليها أمن وأمان، تسوقنا والأسواق ما شاء الله عليها وما في مشاكل فيها، يعني أمورها إن شاء الله مستقرة. الوضع في سوريا التي تشهد حربا منذ أكثر من 7 سنوات أثر سلبا على القطاع السياحي في كامل المنطقة، لكن وزير السياحة السورية أكد في وقت سابق أن الحركية السياحية في بلده لم تنقطع رغم تأثرها بالوضع، فالحركية السياحية رغم الأزمة متواصلة ولم تتوقف. بصيص الأمل هذا يلوح ولو عن بعد ليصطدم بعزوف بعض الدول الغربية على إرسال مساعدات إنسانية ومالية لإعادة الحياة في المناطق السورية وفق مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف من ناحية، وبتواصل تشتت اللاجئين السوريين في عدد من البلدان من ناحية أخرى بسبب استمرار الصراعات هناك.
بدأ الناخبون في كاليدونيا الجديدة الإدلاء بأصواتهم اليوم في استفتاء بشأن الاستقلال ولتحديد ما إذا كان ذلك الأرخبيل الفرنسي الواقع جنوب المحيط الهادي سيصبح أحدث دولة في العالم. وهذا أول تصويت بشأن الاستقلال تشهده أراضي فرنسية منذ تصويت جيبوتي بالاستقلال سنة 77 و900 وألف. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعترف خلال زيارة لكاليدونيا الجديدة في مايو الماضي بما وصفه بألم الاستعمار مشيدا بالحملة المشرفة المطالبة بالاستقلال. وتتمتع كاليدونيا الجديدة وسكانها البالغ عددهم 280 ألف نسمة بقدر كبير من الحكم الذاتي، لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم. بالتحذير والانتقاد الشديد لسياساتها العقابية في مختلف أنحاء العالم، واجهت طهران استعداد واشنطن لإعادة فرض عقوبات غدا على قطاعي النفط والبنوك الحيويين. وجدد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي معارضة بلاده الشديدة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن الولايات المتحدة فشلت في إعادة فرض هيمنتها على إيران طيلة 40 عاما. من جهته أكد قائد الحرس الثوري أن إيران ستقاوم ما وصفها بالحرب النفسية والعقوبات الأمريكية على القطاع النفطي الإيراني وستتغلب عليها. في أخبار الرياضة، وعلى إثر الاجتماع العاجل للجنة الطوارئ الذي دعا إليه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، أصدرت الجامعة بلاغا طالبت خلاله الاتحاد الإفريقي بمعاقبة لاعب الأهلي المصري وليد أزارو وحرمانه من لعب مباراة العودة الجمعة القادم أمام الترجي الرياضي لثبوت عدم احترامه للميثاق الرياضي والاعتداء بالعنف. كما استنكرت الجامعة التعطيل غير المبرر لحفلة الترجي الرياضي لأكثر من 15 دقيقة في برج العرب. وتضمن البلاغ كذلك دعوة الاتحاد الإفريقي استعجال النظر في ملف استئناف التراجي ومراجعة العقوبات قبل لقاء الإياب، وخاصة منها المتعلق بغلق المدارج الجانبية والحد من عدد الجماهير، سيما وأنها عقوبات غير منصوص عليها بالمجلة التأديبية. هذا ودعت الجامعة إلى حسن استقبال ضيوف الاتحاد الإفريقي وبعثة الأهلي حفاظا على الميثاق والروح الرياضية. وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قرر تجميد نشاط الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف وحرمانه من إدارة المقابلات بكأس العالم للأندية منتصف الشهر القادم، على خلفية أدائه وأخطائه المرتكبة في ذهاب نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية. تدور اليوم مباريات الدفعة الثانية من سابع جولات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إذ يلاقي نادي البنزرتي شبيبة القيروان ويباري مستقبل جابس الملعب التونسي، وينزل نادي حمام الأنف ضيفا على نجم المتلوي. إليكم الآن تذكيرا بالعناوين. في الحفل الافتتاحي لأيام قرطاج السينمائية، نجوم عربية وإفريقية وأوروبية تشارك التونسيين مهرجانهم العريق وعروض متعددة لأفلام متنوعة. الاستغلال المفرط للهواتف الذكية يهدد الأطفال، والسلطات القضائية تتدخل بمنع بعضها في مؤسسات الطفولة المبكرة والمحاضن المدرسية والمدارس في المنستير. وصول قافلة مساعدات أممية لأكثر من 50 ألف نازح سوري في مخيم الركبان على الحدود الأردنية مع سوريا. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.